عندما أعلن بيب غوارديولا رحيله رسمياً عن بايرن ميونخ، وصلته رسالة من مشجع بافاري أصابه المرض بسبب الخبر. هذه الرسالة وصفها كثير من الصحفيين في أوروبا بأنها قد تكون أكثر رسالة عاطفية في تاريخ كرة القدم الأوروبية. ما زلت طريح الفراش لخيبة الأمل منذ علمت بخبر رحيلك عنا. لم تخذلنا أبداً. أذكر أنك قلت لست إلا قطعة صغيرة من تاريخ النادي. أنا أشجع بايرن ميونخ منذ أكثر من 30 عاما. أريد إخبارك بأنني لم أرى فريقي ممتعا بهذا الشكل الذي رأيته معك. لقد منحتنا لحظات جميلة لا حصر لها ولا عد. لقد بكيت فرحا عدة مرات من أجل هذا كله. عندما تقول أن مهمتك لم تكتمل لأنك لم تفز بدور الأبطال، هذا غير صحيح. فليس كل الجماهير يرون الأمور بهذه الطريقة. نعم، أنا أحب الفوز وأحب الألقاب، لا شك في ذلك، لكنني أريد الفوز بالطريقة التي كنا نلعب بها معك. أريد الفوز بهذا الأسلوب الذي قل نظيره. لا كلمات لدي لوصف السعادة الذي يبعثها فينا أسلوبك. وحتى إن لم نفز سأحتفظ بإرثك حتى آخر يوم في حياتي. لقد كنت مصدر إلهام لي كشخص، أشكرك من أجل هذا أيضا. سنستمتع معا في الأشهر الأخيرة قبل رحيلك. عندما سمع بيب هذه الرسالة قال: إذا كان عملي قد بصم مشجعا واحدا فقط بكل هذا الشعور، فأظنه يستحق كل هذا العناء.